تحية طيبة لكل الإخوان متابعينا، مرحبا بكم في فيديو اليوم. كما كتشوفوا إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة الحصول على الاتيستاسيون دو لانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل اللي غادي نحتاجوها في لا ديكلاراسيون سي بي اي، سيرتو ملي كنبغيو نختارو لاكتيفيتي ديالنا. دونك بزاف الناس كيجيو عندهم الناس باش يصرحوا وكيكون يعني ما عارفش لاكتيفيتي اكزاكت ديالهم، ما عارفش نيميرو دو لاباتون ديالهم، ما عارفش يعني المعلومات الخاصة بهم. في هذا الفيديو هذا غنشوفو ان شاء الله كيفاش يتم الحصول على هاد لاتيستاسيون لانسكريبسيون لاتاكس بروفيسيونيل اونلاين باش تكون يعني المعلومات عندنا متوفرة اكزاكتومون. تابعو معنا. دونك غادي ندخلو لسيمبل سي بي اي، ومن سباس سيمبل سي بي اي نختارو فو اتيستاسيون، يعني لي زاتيستاسيون المتاحين فو اتيستاسيون، نضغطو عليها ودونك ويتم مباشرة الانتقال إلى سيمبل اتيستاسيون. اكسيدي سيمبل اتيستاسيون ادروات. فوالا، دونك أي واحد راه عنده من بعد تجير كيكون عندك مودو باس و لوغين باش يمكن لك الولوج إلى سيمبل سي بي إي أو لو كونت ديالك فيسكال، كدخل مودو باس و لوغين كونيكتي. كيعطينا هاد السيمبل اتيستاسيون كما كتشوفو. غادي نمشيو مباشرة فيسكاليتي موبيلي، كاينة هنا اتيستاسيون دو انسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، نضغطو عليها كما كتشوفو. غادي يطلب منا نيميرو ديال لاباتونت، يعني اي مهني راه عنده نيميرو ديال لاباتونت معروفة كتسيزيها هنا وكدير دوموندي لاتيستاسيون، كدوموندي لاتيستاسيون باش تيليشارجيها. فوالا كما كتشوفوا هي دي لاتيستاسيون ديالنا. كما كتلاحظوا يعني لاتيستاسيون ديال تاكس بروفيسيونيل فيها معلومات اكزاكتومون يعني ومضبوطه، ويعني وجميع المعلومات اللي كنحتاجو في لا ديكلاراسيون ديالنا بالنسبه ليدونتيفون فيسكال، لا دات دي فيد اكتيفيتي ولاكتيفيتي اللي هي مهمه جدا. دونك كما شفنا في الفيديو السابق فمن جينا نختاروا النظام المساهمة المهنية المحددة كتطلب منا يعني لا دات دو بيد اكتيفيتي، هنا كنلقاوه يعني فوقاش بدات المقاولة او فوقاش بديتي في المحل التجاري ديالك، واني كيطلب منك لاكتيفيتي كما كتشاهدو معنا. هي هادي لاكتيفيتي كتكون في لاباتونت اكزاكتومون، يعني كما تسجلتي في اول مرة، كتكون على شهل على شكل شهادة يعني نيميريك. دونك المعلومات كتكون هنا المتوفرة يعني الكونتريبيا بالكامل كما كنلاحظو، فهي أيضا مسنية ومكاشية أونلاين يعني نيميريك، اتيستاسيون نيميريك. يمكن لك تدلي بها الإدارات فهي رسمية، والمدة ديالها يعني راه فالابل دو جور بالنسبة للإدارات الحساسة. أبخي الإدارات الأخرى راه كتعطيهم لاتيستاسيون راه كاش تيسيني أونلاين نيميريك، يعني راه مقبولة، يمكن لك تقضي بها جميع الأغراض ديالك الإدارية. كما كتلاحظو فهي يعني مكاشية نيميريك في لو سيت انترنيت ديالك، كتاخدها ومنها كتاخد جميع المعلومات الخاصة بك. كنتمنى هاد الفيديو القصير يكون فادكم يعني ويفيدكم في الديكلاراسيون. شكرا لكم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.